هنكمل بإذن الله المحاضرة، نكمل إن شاء الله المحاضرة الموجودة، الجزء المتبقي، وياريت اللي يعرف إزاي نعمل co-host في التيمز مايكروسوفت تيمز يقول الله يكرمكم، لأنه بصراحة أنا يعني عايز أبقى مركز بس مع في المحاضرة نفسها، ونخلي موضوع الحضور الكلام ده ازاي. يا ريت لو حد من الزملاء يعرف يقول. طيب خلينا بقى نبتدي بسم الله. الاول الصوره واضحه دلوقتي عندكم، كلكم شايفين الجدول اللي هو موجود فيه موجود فيه الديسكريبانسي كلها، ترو ديسكريبانسي كلها الموجودة على بعض، واضح للجميع إن شاء الله، كله سامع؟ في أي مشكلة في الصوت، في أي مشكلة في الصورة؟ واضح تمام. حد بس؟ طيب إحنا هنتكلم في جزء، هنبتدي في الجزء اللي هو دلوقتي المشكلة في الاثنين مع بعض، في الفورورد وفي الريفرس، الاثنين مع خلاص، والاثنين بيحصلوا ده لما يكون مثلا عندي سترونج كولد اوتو انتي بودي اللي هو الاوتو اجلوتينين، اوتو انتي اي او اوتو انتي اي اتش ايا كان منها، لما بيكون موجود فده ممكن جدا يعمل لي المنظر اللي احنا شايفينه. الاثنين جايبين 4 ديجري 4 جريد بوزيتيفيتي في كله باند اكتيفيتي، ده اللي احنا بنسميه باند اكتيفيتي. لما نيجي نعمل الانتي بودي سكرين في الاميديت سبين هيطلع كله بوزيتيف والاوتو كنترول بوزيتيف، تمام؟ فكده اكد لنا مثلا انه ده كولد اجلوتينين. طيب نحله ازاي لما يكون عندي بهذا المنظر وانا اصلا مش عارف يعني هي مشكله في الفورورد ولا مشكله في الريفرس؟ يعني احنا قلنا قبل كده في المحاضره اللي فاتت انه ممكن تكون مشكله في الفورورد وممكن تكون مشكله في الريفرس، لا ده انا اصلا مش عارف المشكله فين في الفورورد فيرست. اللي انا عرفته المعلومه اللي انا عرفتها او متاكد منها فقط انه فعلا في مشكله في اكسترا رياكشن موجود عندي. طيب اعمل ايه هنا؟ هشتغل على كل واحد على حده، يعني هشتغل على الفورورد لوحده وهشتغل على الريفرس لوحده، مش هشتغل منهم الاثنين مع بعض. فالفورورد زي الحاله اللي جت احد الزميلات او الزملاء نزلها على الجروب، ودكتوره نجوان كتر خيرها برده ردت عليه رد صحيح، انه لما يكون عندي بهذا المنظر في الفورورد فبيبقى اول حاجه عندي ان انا اغسل بالورم سلاين كذا مره، وبعد كده اعمل بري وورمنج تاني قبل التيست، وبعد كده اعيد التيست تاني، يعني اغسل ثلاث اربع مرات بالورم سلاين، وبعد كده بعد ما قبل ما احط اي سيل احط البيشنت سيل تاني، سواء كنت بشتغل بالجيل او بشتغل بالتيوب، قبل ما احط اي سيل او احط اي انت سيرة على السيل لازم كل واحد منهم يكون واخد درجه حراره 37 قبل ما اعمل ميكس خالص. طيب نفرض ان الطريقه ما نفعتش، عملت ووش بالورم سلاين كتير ولكن الطريقه ما نفعتش، فبعمل حاجه تانية، بعمل تريتمنت للسيل بسلف دراير ايجنت، اي سلف دراير ايجنت موجود عندي زي مثلا دي تي تي، ده بيقوم مكسر لي الانتجن اللي مكسر لي الانتي بودي اللي موجود على السيل. اوكي بيقوم مكسر لي الانتي بودي اللي موجود على السيل، وباخد نفس السيل دي اعيد بيها الفورورد تاني. الدي تي تي موجود لوحده كايجنت لوحده، اعتقد شركه بايراد عندها، وفي موجود بيبقى موجود مع الانزيم في الورم، في فيري ايجنت اسمه وورم، اسمه كده اسمه تجاري وورم، مش هو حتى كابيتال كله، يعني دبليو اي ار ام كلهم كابيتال، هو اسمه تجاري وورم اللي هو الاسم العلمي له اللي هو الزيت زاد. ده الريجنت ده بيبقى موجود جزء منه دي تي دي، فممكن اللي عنده ممكن يستخدمه ويعيد، يبقى يعمل تريتمنت للسيلز ويعيد بيها تاني. ده لو انه ده بالنسبه للفورورد. طب بالنسبه للريفرس، بالنسبه للريفيرس بعمل طريقه بسيطه جدا. طبعا برضو اول حاجه هعملها دايما ان انا اعمل بري وورمنج دايما ان انا عايز اتخلص. طيب ما جابش نتيجه، بعمل الطريقه الظريفه جدا دي، وهي طريقه ان انا بعمل ريفيرس جروبنج، طبعا تيوب ميثود ما ينفعش خالص لا جيل ولا غيره يعني. طيب تيوب ميثود بعمل الريفيرس بطريقه الطريقه من غير ما اعمل سنتريفيجيشن خالص،
يبقى بجيب A سيل و B سيل و O سيل خلاص منهم، وبعد كده بحط عليهم السيرم او البلازما اللي موجودين عندي، وبخليهم واقفين في الووتر باث مثلا او الانكيوبيتر او الورم دراي انكيوبيتر الموجود عندي لمده ساعه من غير ما احركهم خالص. وبعد ساعه بشوفهم كده، بشوف الرياكشن من غير ما اعمل سنتريفيوج، يعني برفعهم لغايه مستوى عيني واشوف رياكشن عندي، او اذا كان عندي ماجنيفاير لينس او عندي اي اضاءه بشوف فيهم بشوف الرياكشن اذا كان موجود عندي الاجليتنيشن اذا حصل في من غير ما اعمل سنتريفيوجيشن. والطريقه دي بصراحه طريقه سحريه جدا، انا جربتها كتير ونجحت نجاح شديد يعني. طيب ما نجحتش، بنعمل الطريقه الثالثه، وان احنا بنعمل كولد ادسوربشن. كولد ادسوربشن فكره الادسوربشن عباره ان انا بجيب حاجه بالظبط بتقوم لو عندي مثلا، لو تخيلنا ان انا عندي بودر مثلا، بودره حديد وعليها معاها بودره اخرى. البودره اخرى انا يمكن بتكون اهم من بودره الحديد، ونفرض مثلا ان هي بودره ذهب مثلا، ولكن الاثنين مخلوطين ببعض، فانا مش قادر اطلع لا الحديد ولا قادر اطلع الذهب، انا يهمني الذهب ما يهمنيش الحديد. فاقوم جايب مغناطيس مثلا، اقرب المغناطيس يقوم سحب لي كل بودره الحديد، الايرون بيدز كلها اللي موجوده عندي تقوم مسحوبه. هو ده من نفس فكره الادسوربشن تكنيك عموما، يعني ان انا بجيب سيل بتقوم سحبالي كل الاوتو انتي بودي اللي موجود عندي. السيل بقى بختارها ازاي والكلام ده، يعني دي يمكن عايزه محاضرات اخرى، بس عموما انا بيبقى افضل سيل دايما بستعملها هو البيشنت سيل، لانه السيل نفسها بتاعت البيشنت هو الاوتو انتيبادي بيبقى طالع اجينست البيشنت سيل. اللي قال له انتيبادي، لا اللي قال له انتيبادي بيبقى طالع اجينست الفورين انتجن، مش طالع اجينست البيشنت سيلز خالص، طالع اجينست الدونر سيل. ده لما بيطلع يعني، لو طلع قال له انتيبادي فبيطلع استجابه لدونر انتجن مش بيشنت انتجن، انما الاوتو انتيبادي بيبقى طالع اجينست البيشنت سيلز اتسيلف. طيب همسر، طيب انا اصلا بستغل هذه النقطه ان انا بجيب البيشنت سيلز نفسها وبنضفها وبختلها وبحط عليها شويه ريجنت وبعض الحاجات بحيث ان هي ترجع كباسيتي بتاعتها في الادسوربشن اللي هو بالعربي اسمه الامتزاز، مش الامتصاص، الامتزاز، بعالجها يعني. وبعد كده برجعها تاني بحطها جوه البلازما وبقوم شايلها بقى، بعد كده بقوم شايلها بسيبها مع البلازما فتره، وبعد كده بقوم مدور واخد السيلز خالص دي رميها. فبتقوم بهذه الطريقه بتقوم سحبالي معاها الاوتو انتي بودي اللي موجود. اوكي، تبقى افضل سيل بتستخدم اللي هي السيل بتاعت البيشنت زي ما قلت لكم، انما احيانا بيبقى هذه السيل بتاعت البيشنت مش متوفره، ولذلك بضطر اخد سيل ثانيه الجينيك سيلز، ولكن بتبقى باخدها بطريقه الى حد ما تشبه الاوتولوجس سيلز. عموما يعني موضوع الادسوربشن يمكن مش هنتكلم فيه كتير يعني خلاص. يبقى احنا كده اتكلمنا على الفكره انه الاثنين فيهم. معلش دكتور محمد، ممكن استفسار؟ اتفضلي دكتور. انا بس بسال ليه بنقول مثلا البيشنت سيلز مش موجوده رغم ان السامبل بتبقى موجوده معايا؟ هي النسب بتبقى ازاي يعني؟ لا مش البيشنت سيل مش موجوده، مش مناسبه ان انا استخدمها. موجوده البيشنت سيلز بس احيانا لها شروط مش مناسبه. طيب هو يعني هي مش فكره ان انا مثلا بس هو مش فكره يعني، يعني انا عشان السيل استخدمها اول حاجه خالص، اول شرط فيها ان اصلا البيشنت سيل نفسها، البيشنت سيل نفسها تكون كميتها كافيه. يعني انا قد احتاج 4 ملي سيل مش 4 ملي سامبل، 4 ملي سيل مع بيشنت اصلا في هيموليسيس الهيماتوكريت بتاعه واقع خالص. فتخيلي حضرتك عشان تجيبي 4 مثلا ملي سيلز بتبقى عامله ازاي. دي نقطه. فدي حتى في وجود الاوتولوجس سيلز ممكن ما تنفعش، يعني الكميه مش كافيه. دي واحد. تاني نقطه، لو انه واخد دم قبل كده، فانا اصلا بستخدم الاوتولوجس سيلز عن قصد. طب لما هو اصلا يكون واخد دم في خلال 3 شهور بيبقى داخل معاه الدونر سيلز، وبالتالي مش هينفع ان انا استخدمها. فعشان كده بنقول لو انه البيشنت سيلز او الاوتولوجس سيلز دي مش متوفره عندي،
يعني مش مناسبه للاستخدام، مش متوفره عندي ايا كان الموجود عندي. فعلى فكره يعني بالنسبه لكل ده الاثنين في ريجنت سيلز ريجنت اسمها ريست كابيتال برضو كلها كده اسمها ريست، من اعتقد من تبع شركه جامعه ميكور. مهم السيلز دي ممكن تستخدم برضو في الكولد، هي بتستخدم بدل البيشنت سيلز. طيب تمام كده يا دكتوره، دكتوره نهاية كده تمام سؤالك؟ تمام لا طيب. تمام تمام جزاكم الله خير. طيب. الله يكرمك. طيب ايه تاني ممكن يكون موجود انه او الاسباب اللي تخلي لي الاثنين عاملين بنفس الطريقه، الاثنين فيهم باند اكتف؟ الرولكس او رولو فورميشن اللي هو الاكسترا بروتين في السيل، فده بيديني كل حاجه برضو بوستف عندي بهذه الطريقه. طبعا الحاجات اللي بيبقى علاج الروتين علاج بالنسبه لي الرولكس بيبقى علاجه في الفورورد ان انا اخل السيلز مش اقل من 8 9 مرات بالورم سلايد. طبعا دي الحالات اللي بتبقى موجوده فيها معاها الرولكس فورميشن. وبالنسبه ل ده شكل طبعا الرولكس تحت الميكروسكوب، ده اعتقد دي بالعدسه ال10 ودي بالعدسه ال40. انتوا الاول شايفين السلايد بتتحرك، المره اللي فاتت يمكن كان احنا السلايد بتقف، السلايد بتتحرك معاكم شايفين حاليا؟ ايوه تمام تمام. يبقى دي ده شكل تحت الميكروسكوب بيبقى عامل ازاي. الرولكس بيبقى شكله كده ستاك اوف كوين، بيبقى عامل زي ما يكون عملات كده ورا بعض. ده اعتقد ده بالعدسه ال10 ودي بالعدسه ال40، وده شكله بالجيل كارد الموجود عندي. لو انا بقى بشتغل مثلا عايز احل مشكله الريفيرس بالاخص يعني، او حتى الفورورد بنفس الطريقه، بعمل موضوع السلاين ريبليسمنت تكنيك، ان انا بعتمد ان انا بحاول اتخلص من كل البلازما اللي موجوده او كل البروتين الموجود من غير ما احاول احرك السيلز خالص الموجود عندي. خلينا نعدي هذه الخطوه سريعا شويه، لان هي بصراحه انا ما شفتش له خالص الموجود عندي. طيب احنا قلنا اتفقنا احنا ما بنقولش كل حاجه في المحاضره، المحاضرات طبعا مشروحه قبل كده بالتفصيل اكتر في برضو على القناه على اليوتيوب، احنا بس بنقول شويه حاجات البراكتيكال اكتر وهنبتدي ان شاء الله في الكيس. طبعا خلينا نفتكر كده انه ان انا لما اجي احل لو باجي بشوف عندي مشكله، فلازم احدد هي المشكله عندي فين، المشكله عندي في الاي بي او ولا المشكله عندي في الار اتش. مشكلة عندي في الاي بي او يبقى هدي او باكت ار بي سيز واي بي بلازما. وطبعا قلنا بوزيتيف او نيجاتيف ده على حسب هل في مشكله في الار اتش ولا ما فيش مشكله في الار اتش. طيب ايه مشاكل الار اتش؟ انه ممكن يكون اصلا الكنترول طلع بوزيتيف معايا، او انه الار اتش فيها ميكست فيلد، او انه الهيستوريكال سامبل مش ماشي مع الكرنت سامبل دي اللي موجود عندي، وبالتالي في هذه الحاله بدي نيجاتيف كمان بالنسبه ل الار بي سيز وبالنسبه للبليتلت. ما ننساش موضوع بليتلت، وبالاخص اذا كانت بليتلت هول بلاد درايف بليتلت سواء كانت انديفيديوال او بول. خلاص نبتدي باذن الله في الكيس ستادز، اتمنى تكونوا شفتوا الكيس ستادز الموجوده. دكتور يعني لو في مشكله البليتلت تبقى اي بي؟ لا لو في مشكله انا بتكلم، احنا فصلنا نرجع تاني المشكله فين؟ المشكله عموما المشكله فين؟ مشكله في الاي بي او ولا مشكله في الار اتش؟ يعني مشكله ما بين الفورورد والريفرس ولا مشكله في الار اتش؟ لو المشكله في الاي بي او ادي بليتلت او بليتلت ايه؟ بص يا دكتور، هو الاصل في الموضوع ان انا بدي لو ان توفر عندي اي بي بليتلت فهو اكيد هي الافضل كتير، لان لا يوجد عليها لا يوجد معاها انتي بودي في البلازما اللي موجود عليه. بس يعني لعدم توفر الاي بي بليتلت بكثره، ف يعني ممكن نتعامل مع الخيارات الاخرى بالتعديل فيها شويه. انما البلازما ما فيش حل غير ان انا ادي اي بي، ما عنديش حل تاني لما يكون لو الاي بي لو المشكله في الاي بي او في بين الفورورد والريفرس في البلازما، ما عنديش حل تاني لازم ادي اي بي بلازما، ما فيش حل تاني يعني. ده بنسبة كبيرة جدا، في بعض الحالات ممكن أدي إيه بلازما يعني، في بعض الحالات شوية نادرة،
انما بالنسبه للباكتر بسيز لازم ادي او. يبقى الاو باكتر بسيز مانداتوري، الاي بي بلازما مانداتوري، الاي بي البليتلت يفضل يفضل. الار اتش اللي اتكلمنا بقى على موضوع الار اتش، الار اتش لو فيها ديسكريبانسي برضه هي نفسها، وقلنا انواع ديسكريبانسي مع الار اتش، اما اصلا الكنترول بتاعها مدي بوستيف، او انه الهيستوريكال سامبل مش ماشي مع الكرنت سامبل، واحده بوستيف والثانيه نيجاتيف، او انه في ميكس فيلد. ففي هذه الحاله بدي نيجاتيف سواء كان ار بي سيز او بليتلت، سواء كان ار بي سيز او بليتلت، وبالاخص الهول بلاد درايف بليتلت مش الافريز بليتلت. وضحت يا دكتوره؟ مش تمام. خلينا نشوف الحاله الاولى مين خلاها. طيب ميل بيشنت، واحد بيشنت عمره 35 سنه، دخل في المستشفى مع انيميا حاده. الشاشه واقفه. طيب حاضر، كويس ان حضرتك نبهتيني. ظهر كده، ظهرت يا دكاترة؟ تمام، ظهرت يا دكتور. طيب طيب، ميل عمره 35 سنة، دخل المستشفى وعنده أنيميا شديدة في الطوارئ. الدكتور قرر إن هو يديله 2 يونت. أثناء ما بيعملوا الـ 2 يونت ظهرت الديسكريبانسي زي ما أنتم شايفين، علما بإنه الأنتيبادي سكرين بتاعه نيجاتيف. ايه هو الاول نوع الديسكريبانسي اللي عندنا؟ نوع الديسكريبانسي يعني مقصود بيه حل المشكله، اولا هي في الفورورد ولا في الريفرس، ثانيا هي مثلا ويك رياكشن او ميز رياكشن ولا اكس رياكشن ولا ميكس فيلد، هي دي مقصود بيها التايب اوف ديسكريبانسي. مين يجاوب؟ موجوده في الاي 1 في اللي هو ريفرس. المشكلة في الريفيرس، تمام. المشكلة ايه بقى في الريفيرس؟ في اكسترا اكشن في اكسترا اكشن في الريفيرس، تمام تمام يا دكتور. طيب الاسباب اللي ممكن تجيب المنظر ده ايه؟ الاسباب ممكن طبعا اللي هو السب جروب، الاي سب جروب وذ انتي اي 1 ممكن. ايه تاني؟ نعم دكتورة، اللي هي الباسيف ترانسفيوز انتي بودي، ولو الانتي بودي سكريننج بوزيتيف يبقى الكولد اجلوتينين والرولو الكولد انتي بودي. طبعا هنا طبعا الانتي بودي سكريننج الكلود. اوكي يبقى احنا استبعدنا، يبقى ده الاحتمال اللي يكون موجود، احتمال يكون يا اما اي سب جروب ويز انتي اي 1، او الاحتمال الثاني انه بس الترانسفير ده انتي دي من ترانسفيوجن قبل. طيب هو اصلا بينفي ان هو في اي ترانسفيوجن قبل كده، ماشي. المنظر طبعا بنشوفه كتير، وبالاخص مع الدونر وارد جدا يظهر في هذا المنظر. طيب ازاي بقى نتاكد من تشخيصنا؟ احنا دلوقتي شخصنا او قلنا كده الاحتماليه كبيره انه يكون اي سب جروب، يعني اي سب جروب وذ انتي اي 1، A top group was anti A1. إزاي يتأكد من هذا الكلام؟ إن إحنا نتست السيل واحدة والبلازما الواحدة. تمام، نعمل تست للسيل وحدها against A. Anti A, anti H والبلازما against A2. طيب يبقى نعمل السيل وحدها، هنختبرها against الأنتي A1 ليكتين. انتي 1 اي 1 ليكتين والانتي اتش. لما يكون في اي سب جروب بيبقى اي سب جروب، يعني هو اي 2 او اي 3 او ايا كان، مش اي 1 خالص. الاي سب جروب اللي نقصده اللي هو اي 2 واي 3 والكلام. يبقى انا لما احط عليه الانتي اي 1 ليكتين اللي من عندي، اللي انا اصلا الشركات اللي جايباه مع السيل اللي هي سب جروب اللي هي المفروض تكون اي 2 او كذا او كذا، هيدينا نيجاتيف.
وفي نفس الوقت لو انا حطيت الانتي اتش لانه الاي سب جروب بتبقى مليانه بالاتش انجن يبقى هيدينا بوست. تمام. طيب ده بالنسبه للسيلز. طب بالنسبه للبلازما بتاعه البيشنت او السيرم بتاع البيشنت نختبره اجينست اي تو سيل لاي تو سيلز. اي تو سيلز برضو بتبقى موجوده في الشركات, برضو الشركات ممكن توفرها الاي تو سيلز. بما انه هذا الشخص هو A sub group يعني يعني عنده في البلازما بتاعته anti A1. طبعا مش كل الA sub group بيكون عنده anti A1, بيبقى عنده anti A1. يبقى انا لما احط لما اختبر البلازما against الـ A2 cells بتاعته تدينا negative. تمام. هذا الشخص لو احتاج دم انا اتعامل معه ازاي؟ يحتاج دلوقتي باكت ار بي سيز. ما احنا يا اما لو ما فيش وقت هنبقى اي بي او ديسكريبنسي يبقى هندي او. تمام. يعني احنا المفروض هندي له اما او يا اما هندي له الاي 2 مثلا لو هو فعلا طلع اي 2. طيب الـ بالنسبه للبلازما اي بي برضه البليتليت بتاعته مش لازم الاي بي, مش لازم الاي بي, لا مش لازم الاي بي, انا بتكلم على بلازما. يبقى ممكن ياخد نفس الفصيله بتاعته او يعني نفس الفورورد بتاعه زي الاي, ممكن ياخد اي ما فيش اي مشكله فيه, وممكن او ياخد اي بي مش شرط ياخد اي بي. اوكي. اذا اتحل طبعا الموضوع, بس يعني اذا الموضوع ما اتحلش فانه طبعا الافضل انه هو ياخد الاي بي. تمام. طيب اي استفسار في الحاله دي؟ طيب هنقول بس هوضح شويه. البليتليت نفس الكلام يا دكتوره, بتعامل نفس معامله البلازما. افضل حاجه ياخدها هو لو اتحل الموضوع يبقى ياخد نفس الجروب بتاعه ايه, مفيش مشكله. لو يعني انا قصدي اتحل الموضوع يعني عرفنا ان المشكله ايه, عرفنا المشكله انه عنده ايه سب جروب وز انتي اي 1. خلاص لو عرفنا ان هي فعلا A sub group is anti A1 يبقى ممكن ياخد بلازما A, ممكن ياخد بليتليت A, مفيش اي مشكله فيه خالص. ما تحلش الموضوع, مفيش وقت, الوضع صعب بالنسبه للبيشنت وبالنسبه للبنك الدم, فياخد AB بلازما وA B بليت, ده افضل. خلينا نرجع لنقطه مهمه بس في الموضوع كله, اللي يحس ان هو الموضوع عليه صعب والدنيا مش واضحه خالص بالنسبه له, انصحه يرجع تاني للمحاضره. اول حاجه لازم يرجع لمحاضره الاي بي او نفسه, الاي بي او محاضره الاي بي او الاي سيستم, الاي بي او سيستم نفسه الاول, وبعد كده يرجع لمحاضره الاي الاي بي او ديسكريبانسي الاولى ومحاضره الاي بي او ديسكريبانسي الثانيه, وبعد كده يرجع تاني على الكيستلز عشان بس اللي يبقى معانا وما يحسش ان الدنيا اتكركبت في دماغه. طيب بسم الله. في حد رفع؟ دكتورة أنا تقريبا حضرتك رفع برضو. لا أنا رفعت من الأول, بس أنا عندي سؤال دكتور محمد معلش, كان مدين تدخل في بعضها. أنا لو هو A sub group أنقله A عادي صح كده؟ لو A sub group لو A sub group عايزة تنقل بلازمة ممكن خالص. طبعا طبعا يعني اللي هو اللي عندك بلازما, لكن باك دي ار بي سيز لا طبعا. لا باك دي ار بي سيز لا. تمام. يا اما تدي له او نفس الفصيله. طب يا دكتور سؤال معلش اتفضل. في بعض طبعا معلش انا مش عارف مين اللي بيتكلم, انا بس عشان حافظ. انا عمرو فتحي صوت دكتوره ناهد, فعارف. اهلا وسهلا دكتور عمرو, اهلا وسهلا. في بعض حالات اللي هي السب جروب ما بيبقاش فيها انتي اي 1. تمام. اصلا مش هتحس ان في ديسكريبانسي خالص. الحالات اللي حضرتك بتقول عليها دي تقريبا ما بنعرفش ان في ديسكريبانسي خالص, بتعدي وكانها حاله عاديه خالص, ولا بتحس ان بيبقى مش بلس 4, ممكن مثلا بلس 2 3, ممكن بلس 3 وكده هتيجي في من ضمن التستس. انما لو تاخد دم ايه عادي بقى اذا مفيش انتي بودي تمام. لو انك وصلت فعلا ان هي ايه ان هي سب جروب وان هي ايه سب جروب بس كده بتاخد نفس الفصيله بتاعتها ومفيش اي مشكله.
تمام ماشي شكرا. تمام نخش على الحاله الثانيه وان فيميل طفله عمرها 9 سنوات دخلت الاي ار بعد حادثه سياره وعندها نزيف حاد وهم اثناء ما بيعملوا لها بري ترانسفيوجن تيست كله الانتي بودي سكرين بتاعها برضه كان نيجاتيف وكان طالع البلاد جروب بهذه الطريقه. الاول المشكله فين؟ في الفورورد ولا في الريفرس؟ فورورد. المشكلة في الفورورد. طيب الفورورد على اساس ايه؟ على اساس مع الانتي بي ميديا 4 بلس في الايه سترونج. لا الريفرس برضه معاه. طيب وارد يكون يعني الاثنين اصلا كمان ممكن. طيب لو خلينا في اللي بيقول ليه فعلا المشكله في الفورورد. اللي بيقول المشكله في الفورورد طيب يعني هنحلها ازاي؟ يعني ايه بقى المشكله؟ طيب نوصف المشكله في الفورورد. طب ايه هي المشكله؟ هل هي ويك رياكشن ولا اكسترا اكشن ولا المشكله في الاثنين؟ المشكله في الاثنين ماشي ممكن تكون المشكله في الاثنين. طيب خلينا نقول المشكله في الاثنين. الاثنين فيهم ويك رياكشن؟ في ويك رياكشن ولا واحده فيها ويك واحده فيها اكسترا اكشن؟ واحده اكسترا في الفورورد والويك في الفورورد وويك في ال ويك في الريفرس. طيب خلينا وارد. طيب ماشي. طيب هنعمل نبتدي في الفورورد. هنعمل ايه في الفورورد؟ اشتغل برضو السيلز لوحدها والبلازما لوحدها. لا ما احنا بنقول الفورورد. بنقول الفورورد خلاص احنا قلنا هنشتغل على الفورورد. المشكله غالبا هتبقى في الفورورد في اكسترا اكشن في الانتي اي. طيب ما ده احتمال ثالث. ده احتمال ثالث مش هنقول كل واحد يقول احتماله وانا اقول وانا هقول له النتيجه هتطلع ايه. يعني احتماله يعني واحد اي حد يبتدي ويقول مثلا والله انا شاكك في حاجه معينه وهو يقول لي انا هعمل ايه وانا هقول له الريزلت هتطلع بهذه الطريقه. اول حاجه مشكله في الفورورد اكسترا اكشن فده ممكن يكون كولد يعني كولد اجلوتينين فاحنا بنعمل ووش وزور مسالين ميني تايم عشان نتخلص من المشكله في الفورورد. طيب عملنا ووش بالورم سلاين كذا مره ما لم يتغير اي شيء وعملنا تريتمنت كمان بالدي تي تي لم يتغير اي شيء وفضل على هذا الوضع. ممكن مثلا لو هو نتعامل مع ريفرس اللي هو مثلا لو نتعامل مع ريفرس ممكن نعمل تحضين درجه حراره 4. انت حضرتك قصدك الفورورد على الريفرس ويك رياكشن؟ طيب طب ويك رياكشن ازاي؟ ده هو دلوقتي خلينا نقول ان الفورورد فعلا فضل بالمنظر ده بعد ما حاولنا ان احنا نعدل فيه باي ان كان فضل بالمنظر ده. هو ممكن عشان الاوتوزومال دوميننت بتاع البي سيل هي الانتي ايه هيظهر يعني هيبقى فيها انتي ايه كان اكسترا اكشن في الفورورد حاولت تعمل كل حاجه تخلص من الاكسترا اكشن ما ينفعش فضل الاكشن على هذا الوضع. الريفرس هنفترض انه اللي بيقول انه اكسترا اكشن في الريفرس فحاول يضيع الاكشن بتاع الريفرس وما ينفعش فضل على هذا الوضع. اللي بيقول انه ويك اكشن في الريفرس حاول يزود التفاعل برضو عمل كل حاجه يقدر يزود التفاعل فضل على هذا الوضع. إذن الوضع النهائي عندنا هو المنظر ده. الوضع النهائي عندنا بعد عدة مرات وطبعا برضو خلينا نرجع للأصل بتاعنا إنه أول ما يبقى عندي discrepancy بهذه الطريقة
اول حاجه لازم اعيد شغلي ثواني بس يا دكتور. اول حاجه لازم اعيد شغلي تاني، ولازم اتاكد من الايدج واتاكد من كلينيكال دايجنوزس، وممكن اطلب سامبل تانية خالص وابتدي اعيد الشغل فيه. خلاص عدنا كل الكلام ده، خد برضه على الوضع ده. انا ما بقولش هنحل، انا ما بقولش هندي ايه دلوقتي، انا بقول ايه الوضع دلوقتي، يعني بعد كل اللي احنا عملناه خد الوضع على ما هو عليه. اذا هذه اي حاله من ضمن الحالات اللي انتم دي اسمها ايه؟ يعني ده البلاد جروب بتاعت هذه الحاله ايه؟ في دكاتره قالوا لا دي ممكن تكون اي سب جروب بي وذ انتي اي 1 وارد، وهي فعلا الحاله كده. الحاله دي عباره عن اي 2 بي وذ انتي اي 1 او اي سب جروب بي وذ انتي اي 1. اتاكدنا ازاي؟ عملنا نفس الكلام اللي قلناه في الـ في الـ في الـ في الحاله اللي فاتت. اشتغلنا على الفرر لوحده، واشتغلنا على الريفرس لوحده، او اشتغلنا على السيل لوحده، واشتغلنا على البلازما لوحده. اشتغلنا على البلازما، فعلنا البلازما مع الـ A2 cells طلعت نيجاتيف، فعلنا السيلز فعلناها مع الانتي اي، مع الانتي اتش ومع الانتي اي 1 ليكت. السيلز بتاعت البيشنت فعناها مع الانتي اتش والانتي اي 1 ليكت، طلعت مع الانتي اتش بوزيتيف، هاي بوزيتيف كمان، طلعت مثلا جريد 3، ومع الانتي اي 1 ليكتين طلع نيجاتيف. اذا هي مش اي 1، هي اي سب جروب اي اي 2 بي مثلا. خلاص، وبعد كده جبنا البلازم بتاعت البيشنت فعلناها مع الاي 2 سيلز طلعت نيجاتيف. ده اكد لنا ان الموجود مع هنا في الريفرس اللي موجود على الاي 1 سيلز ده معناه انه الموجود فعلا الـ هنا الانتي هو انتي اي 1 وليس انتي 2 او انتي يعني انتي اي انتي اي تاني. وده ياكد لنا ان الحاله دي كلها عباره عن A subgroup B with anti-A1. تمام؟ يبقى أنا ما يبقى عندي حالات زي كده، أول حاجة وارد جدا أفكر بالطريقة اللي أنت فكرت فيها مش غلط خالص. ممكن يكون في weaker action، ممكن يكون في extra action، امشي مع الـ مع الـ مع الـ الاحتمال اللي أنت بتقوله وارد، بس حل لك الموضوع ولا ما حلش؟ يعني دلوقتي اللي يقول في extra action يقول في لا ده في weaker action. طيب امشي مع الموضوع للاخر، حل الموضوع ولا ما حلش؟ لو ما حلكش الموضوع يبقى ادي قدامك هو هتتعامل معاه ازاي. دي بالظبط تيبيكال الحاله A sub B او A sub group B with anti A1، وبرضه هنتعامل معاها بنفس الطريقه، تاخد O factor بسيز وهتاخد AB بلازما. تمام؟ اتفضل اسئله اللي عايز يسال او عنده تعليق او اي حاجه على الحاله. طب دكتور بعد اذن حضرتك، ممكن الحاله دي نديها بي بقى، بي بوزيتيف، بي بوزيتيف فاكتور بسيز. طب هي عندها شوفي الريفرس، هي عندها ايه في البلازما بتاعتها؟ اوكي، انتي ايه، انتي ايه، ممكن تاخد بي، ليه لا، وارد تاخد بي، ليه لا، مش مشكله. طيب نخش على الحالة الثالثة. حالة الثالثة فيميل 43 سنة، جاية برضو بتشتكي من صعوبة في التنفس وديزنس بعد فترة طويلة من تعرضها لكولد ويزلر أثناء ما كانت بتعمل هلا. عندها 3 أولاد ومفيش أي ريسنت ترانسفيوجن عندها خالص. الدكتور طلب complete lab investigation مع type and screen ودات وكل الكلام. طلع الآيات بتاعها اللي هو الانتيبادي سكرين طلع مع دات الاثنين بوست عندها، والبلاد جروب طلعت بهذه الطريقة. ده نوع ايه اي انه نوع من discrepancy نتوقع. هل ده جلوتيني؟ تمام، ده
لان الرياكشن نفس الدرجه في كل ال والرياكشن في كل في الاثنين نفس الدرجه حتى لو حتى من ال... حتى من الهيستوري بتاعها ان هي كانت تعرضت لكل دوز الفتره في اللايف. فده كده اكسترا اكشن في الاثنين والظاهر عندنا ان هو كولد اجلوتنين. اوكي طيب طبعا كولد اجلوتنين موضوعه وهو السبب وهل هو عامل هيموليسيس ولا لا ده في موضوع تاني يعني. انما الشكل الظاهر عندنا ان هو كولد اجلوتنين وهنتعامل معاه على هذا السبب. هنتعامل معاه ازاي؟ هنتعامل هنا الفورورد لوحده والريفرس لوحده. الفورورد قلنا اول حاجه هنغسل بالورم سلاين 3-4 مرات بالورم سلاين الفورورد وبعد كده نعمل بري وورمنج قبل ما نعمل ديسبنسنج خالص قبل ما نعمل ميكس للانسيرا على السيلز نعمل بري وورمنج بعد ما نكون غسلنا السيل بتاعت البيشنت باربع مرات مثلا بالورم سلاين ونعيد الفورورد تاني. نجح نجح ما نجحش يبقى لازم اجيب سلف درايد ريجنت اي موجود عندي استخدمه اعمل تريتمنت للسيلز دي وبعد كده عيد استخدم السيلز. طيب الريفرس هنا الريفرس هتعامل معاه ازاي؟ الريفرس هنا هتعامل معاه لوحده برضو اول حاجه هعمل بري وورم ما نفعش البري وورم. تاني خطوه بعمل الحاجه اللي اتكلمنا فيها النهارده اللي هو سنتريفيجيش الريفرس وزاو السنتريفيجيش يا برلونجد ستاندنج للاي سيل والبي سيل مع البلازما وزاوت سنتريفيجيشن ان انا اخليهم الاثنين. وان شاء الله برضو ابعت لكم في الجروب باذن الله الميثود بتاعتها بالتفصيل يعني. الاي سيل والبي سيل هحطهم مع البلازما واخليهم واقفين في الووتر باس او الورم انكيوبيتور موجود عندي لمده ساعه وبعد كده بشوفهم من غير ما ادورهم بشوفهم كده اعمل ديسلوجنج كده اجينست لايت او عندي ماجنيفاير لينس ولا حاجه واشوفها من غير ما من غير ما اعمل سنتريفيوج. تمام طيب حد عنده اي استفسار في هذه الحاله؟ اي دكتور ليه الاي اي تي بوزيتيف؟ ليه الاي اي تي بوزيتيف؟ طيب مين يرد؟ ما هو برضو الورمنج ما كانش كفايه ان احنا نقدر نتخلص فيه مع الرياكشن اعتقد انه هو ده الحب فعلا. لانه بص يا دكتور عشان بس ايه ما تخدعيش في هذه الجزئيه هو مش معنى ان الايات السيرت 7 بوزيتيف ان كده او في الخطوه الاخيره الاي اتش جي بوزيتيف معنى كده انه لا يمكن يكون كولد. هو لما في بعض الكولد السترونج كولد انتي بودي وانس ان انت بس عملتي حطيتي البلازما على السيلز ولسه بتشيل الكارت او بتشيل التيوب بتحطيهم في الورم في الكام ثانيه دولت بيمسكوا فيه يمسك فيه وما يفكش بسهوله. ولذلك عشان كده دايما لما يكون عندي كولد اجلوتنين او الكلام ده دايما اتعامل موضوع البري وورمنج ان انا اصلا بخليهم كل واحد فيهم يكون 37 قبل ما احط اي بلازما على السيلز خالص ماشي عشان اشيل حركه الانتي بودي اللي موجود خالص قبل ما احطه على السيلز. فلو هتلاقي مثلا لو افترضنا يعني في الحالات اللي زي كده لو ما عملناش بري وورمنج وانت ماشيه ستيب باي ستيب يعني ستيب في الاميديت سلين ستيب في الستيب في 37 مثلا ستيب في خطوه الاي اتش هتلاقي لو نفرض ان انت ما عملتيش بري وورمنج وبدات من اول خطوه هتلاقي جريد مثلا معاكي جريد 3 بعد كده في السيرت 7 مثلا جريد 2 بعد كده في الاي اتش جي جريد 1 ده كل ده بسبب اصلا هو مسك من الاول وما سابش مسك من الاول وما سابش. ماشي يا دكتوره وضحت؟ ماشي تمام الله يكرمك. بس لو وضحت قولي وضحت لو ما وضحتش بلاش مجامله بس عشان نقولها تاني يعني ان كان كده ممكن نقول نحاول نقولها بطريقه تانية او احد الزملاء او الزميلات يتفضل يشرحها بطريقه تانية. طيب نشوف الحاله الرابعه. ميل عنده 12 سنه
برضو عنده abdominal pain, continuous abdominal pain, وعنده severe diarrhea, دخل والمستشفى ويتعمل له blood group من الروتين وورك اللي بيتعمل جوه المستشفى. وأثناء ما بيعملوا blood grouping ظهر هذه الحالة. ايه توقعكم لنوع الديسكريبانسي اللي موجود عندي؟ acquired B. من الهيستوري بتاع الطفل ان هو داخل في ابدومينال بين وسويت دايريه فغالبا عنده الانفلاي عملته انتكريل. اتاكد ازاي ان هو اكوايرد بي؟ اتاكد ازاي؟ سكاند اوتو كنترول ومع الهيستوري وبعدين نعمل ايه؟ ثواني. يعني الاوتو كنترول يعني انا اجيب البيشنت بلازما واحطها مع البيشنت سيلز, من المفترض انه يديني بوزيتيف صح. وهو هنا هو الفورورد معنى كده انه مديني بوزيتيف مع البي الانتي بي, معنى كده ان هو بيقول ايه في بي سيلز صح. هو كده معنى كده مديني مع الانتي بي بوزيتيف ولو جريد 1, بيقول كده ان في جريد ان في بي سيلز بي انشن يعني موجود. طيب ورياكشن مع البي سيلز معنى كده انه بيقول عنده انتي بي. طب احنا لو حطيناهم على بعض البي سيل مع الانتي بي, يعني حطينا البلازما بتاعت البيشنت مع السيلز بتاعت البيشنت, المفروض بقى يحصل اكشن. لا هنلاقي انه ما حصلش اكشن. دي واحده من الحاجات اللي هتاكد لنا اصلا كمان طبعا بالاضافه للهيستوري. ونعمل ايه تاني؟ ونعمل مع كلون الانتي بي عشان الريش, أو نعمل أسيديفيكيشن. إيه؟ نستعمل أسيديفيكيشن. أيوة. للرياجين بتاع الأنتي بي. أيوة. المفروض البي أنتجين الطبيعي هيتفاعل عادي, لكن لو البي أنتجين أكوايرد مش هيتفاعل. تمام تمام تمام. أو نغير خالص الرياجين ونجيب رياجين مختلف من مونوكلونال. مونوكلونال مختلف أو بوليكلونال أو صح. أيوة أيوة الله ينور عليك. طب دكتور محمد, ولو سبق فعلا الكلام ده فضلت. بالنسبه للاوتو كنترول ستاند اوتو كنترول, انا دلوقتي هو يعني الكونفليكت ان هو ممكن يعني اكوايرد بي, يعني هو اي واكوايرد بي او اي بي, يعني حضرتك فاهم قصدي. طب ما اوريدي انا لو جبت اوتو يعني بيشنت اي بي وعملت اوتو كنترول, ما هو طبيعي يطلع نيجاتيف ولا ايه؟ يعني انا اقصد ان النيجاتيفيتي بتاعت الاوتو كنترول دي ما بتعملش لا هو الاي بي. لا 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 يا دكتور, الموضوع مختلف خالص ما بين الاي بي وما بين ما بين الاي بي وما بين الاكوايرد بي خالص. لانه في الاي بي اصلا انا ما عنديش في الريفرس رياكشن, ما عنديش انتي بي في الريفرس. في الاي بي ما عنديش في الريفرس انتي بي. هنا بيقول لي ان انا عندي انتي بي في الريفرس, هنا في الريفرس مديني بوستب مع البيسل. فمديني بوستب مع البيسل بيقول ان انا عندي انتي بي. مع الاي بي لا, ما بدينيش بوستب مع لا الاي سيل ولا البيسل. الموضوع مختلف خالص. لا انا اقصد يا دكتور ان هو انا دلوقتي بقى تيست بيشنت الار بي سيز بتاعته مع البلازما بتاعته, فهو طبيعي ايا كان انا حليت الديسكريبنسي او ما حليتوش هو مش هيدي بوزيتيف. حضرتك فاهم قصدي؟ ايوه دكتوره صحيح. ايوه انا معاكي انا معاكي, وانا عشان كده اخترت يا دكتوره. هو انا ليه اخترت هنا الاوتو كنترول بالاخص؟ انا هو طبيعي ان الاوتو كنترول ما يدينيش بوزيتيف الا في حالات محدده. انا ليه هنا اخترت الاوتو كنترول؟ لانه هنا منظره انه عنده بي سيل وعنده انتي بي في نفس الوقت. انا مش انا مختار الاوتو كنترول عشان فعلا اشوف الرياكشن. انا دلوقتي عندي بي سيل وعندي انتي بي, لما احطهم مع بعض من المنطقي انا هنا من المنطقي يديني بوست, من المنطقي هنا في الحاله دي يديني بوست, اداني النيجاتيف. يبقى ده مش ماشي مع المنطق بتاع الحاله نفسه, يعني الحاله نفسها كده. يعني مش هدور على حاجه تانية. احنا بنيمبروف شيء تاني, ان فيش يعني ان هو ما هوش. أنا فهمت قصد حضرتك إن هو مش حقيقي, إنه الرياكشن أيوة. اللي ظاهر أيوة. هنا مع الأنتي بي مش حقيقي, يعني الرياكشن ده فولس. ماشي تمام. معلش يعني دكتور محمد, أنا متوقع على حاجة. اتفضلي اتفضلي. إيه يمكن قصدها إن هو زي الحاجات بتاعة السب جروب بتاع الـ A to B كده, بس هي المشكلة إن الرياكشن اللي بيبقى أقوى بيبقى بتاع الـ B, لكن الـ A هو اللي بيبقى أضعف مش العكس.
لا وعلى يعني فكره كمان محمد في البي سيل. النقطه كمان دكتور محمد وضحها لي فضل. ان احنا كده عملنا امبروف لان ده مش حقيقي. يعني هو ده اللي انا يعني انا فهمت، مش ان انا هقول والله هو المفروض كان يعمل رياكشن او ما يعملش رياكشن، لا، ان هو ده غير واقعي او غير صحيح. ايوه، ان البي انشن الموجود هنا ده ليس البي انشن الحقيقي، ده بي انشن مصطنع او بي انشن خارجي فقط لا غير، منظره منظر بي انشن ولكنه ليس بي انشن حقيقي. وبالتالي احنا لما حطينا عليه الانتي بي اللي عند البيشنت نفسه اللي ظهر لي ما ادانيش رياكشن. يعني ده اختبار سيمبل، يعني انا المقصد انا مش محتاج اي حاجه من بره، اختبار سيمبل جدا ويأكد لي هل فعلا في بي انشن عنده ولا ما فيش. هو ظاهر لي ان في بي انشن، طب خلاص. وانت بتقول والحاله واضح ان في عنده انتي بي ومديني جريد 3، طب ما انا اللي حطيت عليه البلازما بتاعته نفسه هديني المفروض ديني بوست بقى، لا ده مديني نيجاتيف. معنى كده ان ما فيش البي انشن موجود، ده مش بي انشن اصلا، ده بي انشن ظاهري جدا وليس. وعموما وعندنا الاسنفيكيشن للري ايجنت وعندها تغيير في الايجنت. طيب ده بالنسبه لي هذه. شوف الحاله اللي بعدها، جميل، 55 سنه، عندها لوكيميا، متشخصه لوكيميا من 6 سنوات. المالجنسي بدا يعمل متاسس للليفر والكيدني، وبدا يبقى ميل وبدا يبقى عنده سيفير ماليز وكوليك وكونتينوس فوميتينج، ومفروض ان هو هياخد الكيموثيرابي. وقبل ما ياخد الكيموثيرابي الدكتور طلب كومبليت لاب انفستيجيشن وايات. الانتي بودي سكرين بتاعه كان طلع نيجاتيف، وبلاد جروب بتاعته ظهر بهذه المنظر. هو جروب A ميسنج انتجين عشان اللوكيميا، تمام ولا ايه؟ عليكم صح مرة صح واحدة. هو صح، لا صح، هو صح، هو ويك رياكشن في الفورورد وفي الريفرس، يعني في ويك رياكشن الحقيقي هو وفي ويك رياكشن في ويك رياكشن في الناحيتين. الامانه برضو انا ما اقدرش اجزم يعني 100%. انا توقعي ان دائما في الاغلب لما بيكون عندي شك دائما بيكون في الاغلب في ناحيه الريفرس، انما انا دلوقتي عندي بهذه المنظر. انا لما اجي اتعامل مع حالات زي كده بغض النظر عن الهيستوري خالص، بغض النظر عن الهيستوري، لما يكون عندي هذه الحاله بهذه الطريقه انا المفروض اتعامل مع الناحيتين، برضو اتعامل مع الفورورد، اتعامل مع الريفرس، اتعامل على انه في ويك رياكشن في الفورورد وفي ويك رياكشن في الريفرس، وبالتالي لازم اعمل له انهانسمنت. حاول اعمل له انهانسمنت. اعمل له انهانسمنت ازاي؟ يا اما هنزود طبعا هقلب شغل كيو، ايوه هنزود نسبه الانتي بودي والانتي سيرا للسيل، و هنعمل له برولونجد انكيوبيشن في الروم تمبريتشر اكثر من 15 دقيقه، ونعمل بقى الكولد انكيوبيشن الاول وبعدين كده لو ما نفعش بنعمل تريتمنت بالانزيم الاول وبعد كده بنعيد التست. ففي الحالات اللي زي كده لازم نشتغل على الناحيتين ولا نجزم بشيء الا ما نخلص الشغل على الناحيتين ونشوف الريزلت. دكتور لا سمح، معلش انا مش فاهمه حاجه. انا دلوقتي عندي مشكله في الفورورد والريفرس. الريفرس هعمل كولد انكيوبيشن، طب الفورورد هحله ازاي؟ الاثنين هعملهم اللي احنا اتكلمنا عليهم هنعملهم على الاثنين يا دكتور. اللي احنا اتكلمنا عليهم هنعملهم على الاثنين. في حاجه بس ما قلناهاش في الفورورد كمان، انما اللي احنا لما المنظر اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هم ايه؟ ثواني يا دكتور، المنظر اللي حضرتك شايفاه ده الله اعلم هل المشكله فعلا، هل البلاد جروب هي او اولا احنا في الحاله كيس 5، فاتمنى بس تكون الصوره ظاهره للجميع. هل هي فعلا هي او والويك رياكشن مع الايثل، ولا هي اي والويك رياكشن مع الانتي مع الاي انشن؟ يعني هل المشكله عندي في الاي انشن ولا المشكله عندي في ان ما ظهرش الانتي اي؟ طيب المشكلة عندي في الاي انشن لو انا افتراضا ان هي ايه، وانه مفروض كان يظهر رياكشن مع الاي انشن ولكن ما ظهرش، او
حد تاني يفترض لا ده الافتراض ده مش مظبوط، انا هفترض انه لا ده مفروض انه او والرياكشن المفروض اللي كان يظهر وما ظهرش مع الاي 1 سيل، يعني الانتي اي هو اللي مش ظاهر. طيب مين فينا اللي صح؟ الله اعلم. مين فينا صح؟ الله اعلم. طيب هتعمل ازاي؟ يبقى هتعمل بالانهانسمنت للاثنين، بس ميزه الانهانسمنت ان انا في الحالات اللي زي كده ممكن اشتغل على الاثنين مره واحده، يعني بشتغل كل مره واحده بحيث ان انا بجيب تيوب وبشتغل بكتب على تيوب انت واحده انت اي واحده انت بي، وبعد كده كنترول لازم اعمل كنترول، وبعد كده ده ثلاثه تيوب هيخطوا الفورورد بس انا مش بكتب بحضر لغايه دلوقتي، بعد كده تيوب، بعد كده بكتب اي 1 سيل على تيوب رقم 4 وبي سيل واو سيل خلاص. ده الكنترول اتفقنا قبل كده في المحاضره اللي فاتت ان الكنترول بتاع الفورورد ايه بيبقى عباره عن ان انا بجيب السيل بحط عليها سلاين، بحط عليها اي حاجه ما فيهاش انتي بودي، سلاين ليست اي حاجه اللي موجود عندي خلاص. والكنترول الريفرس عندي لما اكون محتاجه هو بيكون او سيل تمام، فبجيبهم كلهم عملت اهو لكل تيوب، وبعد كده بقوم جايب 3 دروبس من الانتي اي حطيتها في الانبوبه اللي انا كاتب عليها انتي اي، و3 دروبس من الانتي بي حطيتها في الانبوبه اللي انا كاتب عليها انتي بي، و3 دروبس من السلاين حطيتها في الانبوبه اللي انا كاتب عليها سلاين كنترول، وبعد كده بعد كده بجيب 3 دروبس من البلازما في الانبوبه اللي انا كاتب عليها اي 1، و3 دروبس في الانبوبه اللي كاتب عليها بي، و3 دروبس في الانبوبه اللي كاتب عليها او، بعد كده بحط 1 دروب او 2 دروبس على حسب ما انا عايز، بحط في مع الانتي اي بحط 2 دروبس او يعني لو كنت انا مثلا عامل 4 دروبس فبحط 2 دروبس من البيشنت سيلز في الانتي اي والانتي بي والتيوب اللي مكتوب عليها كنترول، بعد كده بحط في التيوب الاي سيلز والبي سيل والاو سيلز، بحط فيهم الاي سيل اللي هي جايه للكوميرشال والبي سيل الكوميرشال والاو سيل اللي هي بتاعه السكرين سيل، بحطها كهي هي تيوبر الكنترول بالنسبه له، وبعدين باخدهم السته كلهم على بعض واسيبهم قدام، اسيبهم اعمل لهم انكيوبيشن برولونجد انكيوبيشن في روم تمبريتشر مثلا لغايه نص ساعه، وبعد كده ادورهم اعمل لهم سنتريفيوج كلهم، وبعد كده باخدهم لو نفرض اتحل الموضوع وظهر الموضوع اتحلت الموضوع، نفرض انه ظهر فعلا ان في رياكشن مع الاي 1 سيل، اتحل الموضوع وبقى هو كمان جريد 3 ظهر رياكشن مع الاي 1 سيل خلاص يبقى اتحل الموضوع عندي. لا ده نفرض انه ما ظهرش لا رياكشن مع الاي 1 سيل او حتى كمان ما ظهرش مع الانتي اي، فكلهم كده. فايه اللي بعمله؟ بقوم داخل على المرحله الثانيه. ايه المرحله الثانيه؟ ان انا اخوم واخدهم كلهم كده وحطيتهم في الثلاجه لمده 10 دقائق، وبعدين اخدهم دورهم تاني. والله اتحل الموضوع وظهر اي رياكشن، ظهر اي تفاعل سواء مع الانبوبه اللي فيها الانتي اي او الانبوبه اللي فيها الاي 1 سيل، اوكي خلاص ظهر ومش التفاعل، يا اما هو كان او انه كان اي ظهر خلاص. طب ما اتحلش الموضوع، بعد كده بخش على المرحله الثالثه بقى، برمي كل الشغل ده وابتدي اعمل انزيم تريتمنت للسيلز كلها الاول، وبعد ما اعمل انزيم تريتمنت بقوم حاطط عليها البلازما وقوم مدورها على طول. ايه اللي برضو كلهم الاثنين يعني بعد ما برميهم بس بجيب سيلز بقى الاول كلها، بيبقى الفورورد عندي البيشنت سيل والريفرس عندي ثلاثه سيلز اللي قلنا عليهم الاي سيل والبي سيل والاو سيلز، بس بحط عليهم انزيم الاول وادي لهم فتره انكيوبيشن، وبعد كده بعمل سنتريفيوج وارمي الانزيم، وبعد كده بحط عليهم بلازما خلاص. طيب ده انا كده بالنسبه لي ما عنديش حاجه ثانيه اعملها للريفيرس. وطبعا انا اتكلمنا ان احنا اشتغلنا على الناحيتين، انما بالنسبه للريفيرس ما عنديش حاجه تانية اقدر اعملها، انما بالنسبه للفورورد عندي حاجه تانية اقدر اعملها. ايه هي يا دكتوره مها اللي اتكلمنا عليه؟ بس بقول دكتوره مها لانها اكتر من مره سالت عن النقطه دي، سالت تاكتي ايوه الزوبشن اللي هي ايوه الزوبشن بقى نفترض هنا بقى نفترض انه كذا ونفترض دايما كده هو عنده انت ايه انت جن ونبتدي نحط بقى التكنيكس بتاعنا كتير. تمام بس وضحت يا دكتوره ولا لسه ما وضحتش؟ وضحت تمام.
طيب بسم الله. الحالة 6 كيس 6 واضحة كيس 6 عندكم؟ فيميل عمرها 25 سنة راحت برا و ما يعني ما مش متزوجة وما تبرعتش قبل كده خالص، وأثناء ما هم سحبوا منها واضح إنهم سحبوا منها الدم، وبعد كده أثناء ما بيعملوا الأنتي بود سكرين طلع بوزيتيف والبلاد جروب بتاعتها طلعت بهذه الطريقة. ايه رايكم؟ اكسترا اي سب جروب بي فيرس اي بي اي بي سب جروب. هو الاي بي سب جروب او الاي سب جروب بي هو هيدي بوست مع الانتي باس سكرين ليه؟ الانتي باس سكرين السكرين سيل اللي انا بستخدمها بتبقى عباره عن او سيل صح؟ يبقى هو لو ان المشكله قالوا انتي باد ممكن يبقى له انتي باد ممكن، بس خلينا اللي هي ما عندهاش قالوا انتي بودي في الاخر خالص طلع لا يوجد عندها قالوا انتي بودي. بقى احنا في سكه الاولد A2 A2V A2V ازاي احنا نقول هنقول ان المشكله اللي عندها دي هي نفس المشكله اللي مسببه الانتي بودي سكرين بوزيتيف. يبقى في كولد يبقى ده المشكله في الريفيرس في الوقت ده. لو قلنا ان هي الحاله دي A subgroup B with anti A1، الانتي A1 مع الـ screen cell ما بيدينا نيجاتيف، اصلا الـ screen cell لا يوجد عليها A antigen او B antigen عشان اصلا يدينا حاجة. فاذا هو لا يمكن يكون A subgroup B طالما الانتي يعني ممكن يكون عندها قالوا انتي بادز قالوا بادز فطلع. طيب ما احنا بنقول اهو ما عندهاش قالوا انتي بادز في نهاية الحالة. طيب خلينا نقولها بصوره اصح عندها خلينا نقولها بصوره اصح لو انسيدنت انتيجن. ثواني اولا البلاد جروب ايه دلوقتي البلاد جروب ايه ثواني خلينا نقولها بالظبط انه الانتي باد سكرين بتاعها في الاميديت سبين طالع بص بس هي كده ايه يبقى ما لهاش احتمالات ثانيه. الانتي باد سكرين بتاعها في الاميديت سبين طالع بوزيتيف، انما في ال 37 والـ HG phase طالع نيجاتيف. عندها cold. عندها cold antibody. الله ينور. يبقى هو السبب اللي مخلي فيه reaction مع الـ A1 cell الـ cold antibody. cold antibody. عندها cold antibody. طب قال له antibody ولا auto antibody؟ cold قال له antibody ولا cold auto antibody؟ لا cold auto antibody. لا قالوا قالوا طب ليه مش اوتو؟ كان طلع بوزيتيف في 73 37. طب ليه مش اوتو؟ لا هي لو اوتو كنترول لو اوتو كان الكنترول طلع بوزيتيف اوتو كنترول نيجاتيف. فين الكنترول؟ هو فين الاوتو كنترول؟ واحنا عملنا اوتو كنترول؟ احنا ما عملناش اوتو كنترول. الكنترول ده سيل كنترول ملوش علاقه خالص بالبلازما، ده سيل كنترول اللي موجود ده سيل كنترول. احنا ما عملناش اوتو كنترول، لازم نعمل اوتو كنترول. طيب هو لو اوتو كان طلع في كل بس مش بنسبه 100%. هو فعلا المفروض ان انا اصلا لا اجزم ان الحاجه اللي عندي دي قال له انتي بودي ولا اوتو انتي بودي الا لما اعمل اوتو كنترول صح. بس في حاجه كده تخليني برضو يعني مستبعد قوي فكره الاوتو انتي بودي. ايه هي؟ ان هي مش متجوزه، ان هي سنجل ما خلفتش. لا لا في حاجة عندي في الريزلت عندي قدامي أنا مش دعوة بالتاريخ. أيوة إن البي سيل نيجاتيف. أيوة البي سيل مدياني نيجاتيف. الأوتو أنتيبادي دايما بيديني بنسبة 99% بيديني بان رياكتيفيتي مع أي سيل. الأوتو أنتيبادي بيديني مع السيل، أنا مش دعوة دلوقتي بالفرع ده خالص، انا بتكلم على لو عندي بلازما وحطيتها على اي سيل بنسبه كبيره جدا لو فيها اوتو انتي بودي سواء كان كولد انتي بودي ولا وورم انتي بودي بيديني بوزيتيف مع كل السيل بيختبر، لان هو الاوتو انتي بودي بيبقى اجينست هاي بريفالنس انتيجن موجود على السيلز بتاعت كل الناس. اوكي فاللي بيخليني مبدئيا كده وهياكد لي الاوتو كنترول ان انا مستبعد فكره الاوتو انتي بودي
انه الرياكت البي سيل طلع نيجاتيف. لو اوتو انتي بادي فعلا لا بيبقى تلاقي هنا هنا بلس 2 وهنا كمان بلس 2. الكيرسور بتاع الماوس ظاهر عندكم؟ أيوة. وانا بعمل كده بالكيرسور ده. أيوة. يبقى اهو المفروض هنا بوستر وهنا بوستر. معلش لان انا برضو مش فاميليار قوي مع البرنامج ده، بس هفضل استخدمه مش هغيره، انما بس بكتسب معاكم. فهنا بوستر وهنا بوستر، ده لو انه اوتو انتي بادي دايما كده هي. طيب هنقول ان انا كده، طيب ده فعلا كولد اوتو انتي بادي. اكدت ازاي 100% ان انا لما عملت الانتي بادي سكرين في الروم تمبريتشر او في الميديات سبين طالع عندي بوستف الانتي بادي سكرين بوستف؟ طيب ايه الحلول اللي عندي؟ البري وورمينج والوورمينج بقى. البري وورمينج اول حاجه عامل بري وورمينج، عملت البري وورمينج منفع. ايه الحل التاني؟ طيب ما ينفعش يبقى ان التشخيص غلط. لا مش غلط، مش عملت الامي، عملت الميديات سبين الانتي بادي سكرين في الميديات سبين او في روم تمبريتشر طلع بوزيتيف، معنى كده ان في كولد انتي بادي موجود 100% في كولد. طب هو اوتو ولا قال له لا خلاص عملنا كمان الاوتو كنترول طلع نيجاتيف، مع ان يعني كان المؤشرات بتقول ان هو اصلا مش اوتو ده قال له. طيب ايه الحل بعد كده؟ هعمل البانل بقى. طيب الحل اللي عندي من غير نوتيفيكيشن ده ولا نعمل ادجستمنت بقى؟ لا 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 ممكن نعمل ادجستمنت بتاع الادسوربشن فقط في حاله الاوتو انتي بودي وليس في الالو انتي بودي. الادسوربشن اللي احنا بنتكلم عليه ده في حاله الاوتو انتي بودي. هو ايه بقى اللي حصل؟ هو ايه اللي حصل؟ تمام يا دكاتره اللي بيقول ايدنتيفيكيشن تمام. ايه بقى اللي حصل؟ هو ايه اللي حصل؟ هو بس تصادف وجود الانشن بتاع الكولد قال له انتي بادي على الاي سيل، على الاي ال اي 1 سيل. يعني ايه؟ يعني هو بس سلسل. مشكله ايه؟ سيل اللي متحضره يعني عليها انتي بادي بتاعتها. ايوه الاي 1 سيل اصلا نفسها، الاي 1 سيل نفسها نفترض عليها مثلا ام انشن، إما أنش، وتصادف إن البيشنت ده أو الدونر ده عنده أنتي إم، فهنا الرياكشن اللي ظاهر لي هنا ده مش رياكشن نتيجة الـ A1، يعني مش البيشنت عنده أنتي A1، لأ ده هو البيشنت عنده أنتي إم، بس الـ A1 سيل هنا متحضرة عليها الـ M أنش، المفروض ما كانش يتحضر بالطريقة دي، المفروض السيل زي كده ما تستخدمش، إنما نفترض إن هي كانت جت كده. ودي حصلت كتير جدا قدامي انا شخصيا، شفتها يمكن مش اكتر من 3 4 مرات يعني. فال A1 سيل نفسها عليها الام انشن، ونظرا ان عليها الام انشن في التفاعل ده ظهر، ده التفاعل ده ظهر عندي، فالتفاعل ده مش نتيجه وجود ال A انشن الموجود، لا هو ما فيش انتي A اصلا عنده، وعنده انتي M. طيب هو ده اللي انا السيناريو اللي انا متوقعه. اثبت هذا الكلام ازاي؟ زي ما حضراتكم قلت هعمل ايدنتيفيكيشن، هعمل بانل ايدنتيفيكيشن، بس لما اجي اعمل بانل لازم اعمله في الروم تمبريتشر، اعمل ايدنتيفيكيشن بانل هيظهر انه عنده مثلا انتي ام الكولد انتي بودي اللي موجود. ايوه هيظهر الكولد انتي بودي اللي موجود، هيطلع مثلا انتي ام. اوكي ادور. طب انا بقى عايز اتاكد فعلا، كمان عايز اتاكد بنسبه 100% ان الانتي ام ده هو السبب. اجيب لقيت فعلا الانتي ام عند البيشنت. طب لقيت الانتي ام عند البيشنت هنعمل تيست مع الانتي ام. هنعمل ايه؟ ادور على اعمل فيكس. هنجيب هذه الاي سيل، هنجيب هذه الاي سيل اللي موجوده اللي استخدمت دي، هنجيب الاي سيل دي ونشوف هل فعلا موجوده عليها الام انشن ولا لا. لو فعلا لقيت الام انشن يبقى اركان الجريمه كلها اكتملت فعلا، يبقى هو البيشنت عنده انتي ام وستيل فعلا عليها الام انشن الموجود عندي. طبعا ده سهله جدا، ان انا بجيب السيل دي واجيب انتي سيره من عندي الشركه مدياني يعني مكتوب عليها انتي ام، بحطهم الاثنين على بعض والله اداني بوستر، معنى كده انه فعلا الاي سيل دي عليها ام انشن. تمام عرفت المشكله ان عنده انتي ام،
احلها ازاي لغايه دلوقتي. انا لسه ما قلتش البلاد جروب. لغايه دلوقتي انا بقول انا افتراضي وبنسبه 99% انه فعلا ده انتي اما هو اللي عامل المشكله، بس برضو انا ما طلعتش بلاد جروب كليد عشان اقدر اقول ان ده ايه. هنجيب اسم النيجاتيف. ايوه الله ينور عليك. هنجيب اي سيل، هنجيب اي سيل بس نتاكد ان اي سيل دي هنستخدمها مكان الاي سيل اللي هنا. ايوه هنجيب اي سيل ولكن نتاكد ان لا يوجد عليها الام انتجن ونحطها هي مكان الريجنت اللي جاي لي من الشركه ونعيد التيست تاني. هنلاقي التيست بقى كلير وظبط معايا وبقى اي بي. ولو طلعت ايه؟ طلع ماشي. لو الفورورد ماشي لو الفورورد ماشي مع الريفرس خلاص الاثنين مع بعض كده خلاص بقى اي بي بوزيتيف واكمل واتعامل معاه على انه اي بي. وعلى فكره هي نفس السيل اللي انا جايبها اللي اتاكدت ان لا يوجد عليها ام انشن واستخدمتها هو نفس الفيز ده ممكن اصرفه للبيشنت. ماشي. يبقى اصل الموضوع كله ان انا شكيت انه اللي موجود ده كولد انتي بودي. اتاكدت ازاي؟ ان انا عدت الانتي بودي سكرين في روم تمبريتشر طلع بس بلس بيطلع بوست عندي كده كولد انتي بودي. يبقى ابتدي اتعامل مع اول خطوه ان انا اعمل بري وورمنج. ما ينفعش للاسف ما ينفعش طبعا. بري وورمنج بينفع كتير بس احنا بنفترض عشان نجيب الحلول كل الحلول يعني وارد جدا ان هو ما ينفعش. احنا عملنا ايدنتيفيكيشن للكولد انتي بودي ده وعرفنا المشكله فين وجبنا غيرنا السيل بسيل تاني. تمام. ايه رايكم في هذه الحاله؟ كيس الاولى دي فاريانت. الكيس الاولى دي فاريانت. طيب هي تو فيميل، واحده 35 سنه والثانيه 40 سنه. خلاص دولت الاثنين داخلين يعملوا ولاده عاديه خالص. و هو دلوقتي المشكله بس عايز يعرف بلاد جروب نفسها هتتشخص على انها ايه، ولو خد لو احتاج دم نديله اي جروب. خلينا في الكومنت شويه. خلينا في الفيميل رقم 2 فيميل 2 البلاد جروب بتاعتها. اي بي او ديسكريبانسي. في هي الـ RH مش الـ RH. أيوة الـ RH بس هي اللي فيها مشكلة. تمام جدا. لكن طيب. تمام. دي حالة اسمها إيه هذه الحالة؟ طيب هي عموما الترم بس ملاحظة أولا هي صح هي ديو بس هو الترم نفسه ما عادش بيستخدم الدكتورة اللي بتقول ديو نقول عليها ويك دي variant. اوكي ويك دي فاريانت او ويك دي بوزيتيف. الحاله دي ويك دي بوزيتيف. انا قلت ليه بقى ويك دي بوزيتيف؟ انا ما ينفعش اقول الحاجات من نفسي. المانيفاكتشر نفسه قال ان انت لما تتعامل مع لما تجيلك حاله زي كده ويطلع معاك رياكشن مع الانتي دي اللي موجود عندك جريد 2 فيما تحت بنتعامل مع هذه الحاله على انها ويك دي بوزيتيف او ويك دي. هذه الحالة معلش اللي فاتح الميكروفون بعد اذنكم بس في ميكروفون عامل وش فاستاذنكم بس يقفل. طيب زي ما احنا شايفين كده يبقى هذه الحالة لو انها بيشنت وهيحتاج ياخد دم او هتحتاج تاخد دم لازم تاخد نيجاتيف. الله ينور عليك. طيب لو نفرض ان هي الفيميل رقم 2 دي جايه كدونر نتعامل معها ازاي؟ لازم يتعمل له بوست. طبعا ده الفيميل دي رقم يعني رقم 2 لو جالناها دونر مش محتاج انا اعمل ويك دي تيست اصلا. انا بعمل ويك دي تيست بس للكلير نيجاتيف، انما اللي مشكوك فيها كده
ده انا بعمل ويك دي تيست للكلير نيجاتيف عشان اتاكد انها كمان نيجاتيف. فاذا كان اصلا مشكوك فيها خلاص بعتبرها بوزيتيف اوتوماتيك على طول، وفي السيفتي الريسيبيانت بخليها بوزيتيف. طيب دي الفيميل رقم 2. طيب فيميل رقم 1، معلش يا دكتور، بالنسبه للفيميل رقم 2 لو هي اكوردنج للمانيفاكتشر ويك دي ليه هديها او نيجاتيف؟ ما هي ويك دي مش بارشل دي. شوف يا دكتورة الموضوع ويك دي وبرشل دي، أنا أنصحك المحاضرة، أنا في محاضرة مسجلها برضو بالتفصيل، أنا متكلم على الويك دي والبرشل دي بالتفصيل، وفي الترانسفيوجن براكتس إحنا بنعمل إيه. ف يعني أنصحك رجع لها، موجودة برضو على الـ على الـ على اليوتيوب، على الجروب، على القناة بالتفصيل، فيها مكتوب فيها الويك دي والبرشل دي فقط لا غير، وبس المحاضرة كلها بتتكلم على الويك دي والبرشل دي. احنا عموما لما بنبقى خايفين على ريسيبيانت وعشان كده بنديلها نيجاتيف، لانه ممكن تكون هي ويك دي، ويك دي فاريانت تحتمل انها تكون ويك دي او برشل دي. مش معنى كده ان ويك دي بوزيتيف، كلمه ويك دي بوزيتيف ده كلمه تصنيف لعدد كبير من الفاريانت، يحتمل يكون ويك دي ويحتمل يكون برشل دي، ما عنديش حاجه تقدر تفرق ما بينهم سيرولوجيكال. يعني عندنا احنا ما فيش، لازم اشتغل جيناتيك واعرف هي جروب 1 ولا 2 ولا 3 ولا كلام، لا جين تايب، لو جينات اشتغل واعرف. وبالتالي لما يكون المنظر بهذه الطريقه متاح في كل المعامل اصلا. نعم، مش متاح الجينو تايبنج في كل المعامل، فصعب ان احنا نفرق. ايوه مش متاح وبياخد وقت اصلا طويل وغالي جدا والكلام ده. فاحنا بنتعامل معاها على انها قد تكون الكونفنشنال ويك دي او انها بارشال دي، بس لما الترم نفسه لما نقول عليها ويك دي بوزيتيف مش معنى كان هي اللي هي الاول اللي هي جيناتيك نمبر 1 او 2 او 3 اللي هم فعلا ترو ويك دي، اللي هم ما بيكونش انتي دي. لا، انا لما اقول كلمه ويك دي تريولوجيكالي كده، يعني الشغل بتاعنا الانشن انتي بودي، يبقى بيحتمل ان هو يكون ويك دي او برشل. تمام يا دكتوره اللي كنت حضرتك بتسالي، بس برضو يعني طيب لو عايزه تعرفي الموضوع بالتفصيل اكتر ممكن حضرتك ترجعي المحاضرة، اعتقد ان هي تبقى واضحة، وبس حضرتك قولي لي وانا ابعت لك الفيديو اكتر. طيب نشوف الفيميل نمبر 1. احنا يبدو ان احنا النهاردة في الاغلب مش هنلحق نخلص كل الحالات، ممكن هنقف عند 9:30 ان شاء الله السعودية او 8:30 بتوقيت مصر باذن الله، ونبقى نكمل بقية الحالات في وقت تاني برضو، ان حتى ندي الزملاء فرصة ان هم يحلوا بقية الحالات. طيب فيميل نمبر 1، تعالى نشوف المانيفاكتشر نفسه بتاع الحلقة بتاع الفيميل نمبر 1 دي بيقول ايه. ثواني بس، انا مش عارف انا حاطط اللي كنت حاطط، انا شلت السلايد اللي كان فيها المانيفاكتشر. طيب هي نفس الكلام برضو، نفس الكلام طالع من جريد، هنا واضح انه جريد 2 ميكس فيل هنا، وده برضو بيعامل نفس الفكرة ونفس المعاملة اللي احنا قلنا. اخر حالة ناخدها النهاردة ان شاء الله. طيب فيميل عمرها 16. دكتور طبعا الحالتين دول لازم تبقى نديها ار اتش صح؟ احنا حاليا ما كناش بنتكلم في النقطة دي، بس الحالتين دول طبعا هو ممكن يكون انتي دي. ما احنا ليه بنعمل كده؟ لان هو ليه اصلا احنا ادينا لها النيجاتيف، انا اعتبره النيجاتيف لانه ممكن تكون انتي دي. فوانس ان هي ممكن تكون انتي دي يبقى لازم تاخد حقنه الار اتش بشروطها، يعني حقنه الار اتش بشروطها، يعني هي من ضمن الحالات اللي هي ممكن تاخد، مش شرط طبعا لانه الموضوع بس مش معتمد عليها لوحدها، معتمد على الجنين كمان ومعتمد على الزوج، موضوع تاني، انما هي ممكن جدا تاخد حقنه الار اتش. طيب عمرها واحده في ميل عمرها 16 سنه، وبرده نفس الكلام، دخلت الاي ار وعندها شورتنس اوف بريس ومش قادره تاخد نفسها، وهيموجلوبين 7، وتلقى تاكدوا ان عندها مايكروسيتيك انيميا، وواضح ان هي ايرون ديفيشنسي انيميا هايبوكروميك،
وما فيش هيستوري خالص ترانسفيوجن ونطلب لها 2 يونت ار بي سي. الانتي باد سكرين كان طلع بوزيتيف غريبه جدا، الانتي باد سكرين بتاعها طلع جريد 4. برضو جريد 4 ده عمرنا ما بنشوفه الا لما يبقى في يعني اي بي او انكومباتيبلتي، في حالات كده كتير قوي او يعني حالات بسيطه جدا اللي بيبقى فيها مع جريد 4. عموما الانتي باد سكرين طلع جريد 4 مع كل سكرين سيل، مع كل الايدنتيفيكيشن سيلز الدات، ورغم كده الدات نيجاتيف. يعني السكرين سيل طالع بوزيتيف جريد 4 مع 3 سيلز او 4 سيلز او 2 سيلز، والايدنتيفيكيشن سيل 11 سيل او 16 سيل مستخدمين كلهم بوزيتيف، ولكن الدات نيجاتيف والاوتو كنترول نيجاتيف. طلع بلود جروب بهذه الطريقه. مشكله ان هم عملوا مشكله ان هم ما قدروش يوصلوا للمشكله، فقاموا جايبين يونت جابوا او لانه بلاد جروب او، قعدوا يجربوا كتير جدا كلها طلعت انكومباتبل. بومباي جروب مين الدكتور عشان نديلها ريال سعودي؟ الله ينور عليك يا دكتور. تمام والله دكتور، دكتوره هدى الله يكرمك يا دكتور، انت حضرتك معانا يعني وساكته بكل دكتور حضرتك اللي درس لنا يا دكتوره مش عارف لا ازاي بقى ازاي. العفو يا دكتور الله يكرمك. ازاي طب كنت استني شويه يا دكتور عشان دي كانت الحاله دي بتجنن الواحد شويه. هي كده هو اصلا ما يديش جريت فور الا لما يبقى في اي بي او انكومباتيبلتي او انه يبقى فعلا بومبي، ما فيش حاجه تانية تدي كده اصلا. يعني رفض تام جريت فور ده يعني رفض تام. هنلاحظ عشان السكرين سيل والايدنتيكيشن سيل بتبقى لانها السكرين سيل والايدنتيكيشن سيل او سيلز، وهو عنده انتي اتش البومبي عنده انتي اتش، قال له انتي اتش فيقوم مدي مع كل السيل. طبعا هو مش بس مع الاو سيل والبي سيل، ومع الاي سيل ومع البي سيل العاديه كله يعني. هنا مع الاي سيل ظاهره اهو، مع الاي سيل جريد 4، ومع البي سيل جريد 4، ومع السكرين سيل مع الاوسيل كمان اللي مستخدمات في الجريد جريد 4. معنى كده انه يعني دي تيبيكالي لحالات البومبي، تيبيكالي حالة البومبي. ماشي هو ده بسبب ماشي دكتور. انا ليه ما قلتش ان البيشنت ده عنده انتي بودي اجينست هاي بريفالنس انتيجين؟ ليه ما عندوش انتيبادي تو هاي بريفالنس انتيجين؟ طيب ليه ما قلناش؟ اتفضل. طيب اللي يجاوب يقول. بشوف يا دكتور الانتيبادي تو هاي بريفالنس انتيجين مهما كان عمره ما هيجيب جريد 4، عمره ما هيجيب جريد 4. اقصى حاجه لو جاب جريد 2 او جريد 3. عموما اي انتيبادي كده ما يجيبش مع كل السيلز المستخدمه 100% من السيلز يجيب جريد 4 الا البومبي 100% او بومبي او يعني اي بي او انكومباتيبلتي. ان انا مثلا جايب اي سيل واختبرها جينست الانتي اي مثلا، البومبي هو الوحيد اللي يجيب جريد 4 وفي نفس الوقت الدات نيجاتيف، لانه ممكن يجي ما يشبه جريد 4 وما يشبه جريد 4 قوي مع الاوتو انتي. انما البومبي هو اللي بيدي جريد 4 مع كل حاجه، مع الاو سيل ومع الاي سيل ومع البي سيل ومع كل حاجه. يعني ده الاكسبلينيشن الوحيد اللي هو درجه الجريد. لا الجريد ده الجريد وهو حتى مع الاي سيل والبي سيل برده جريد 4، مع الاو سيل جريد 4، مع كل السيلز هتلاقي جريد 4، كل اليونت حاولي مع كل اليونت جريد 4. دي بقى لو جبت بقى 1000 يونت يعني انت بادي تو هاي بريفالنس انشن، يعني مش جبت 1000 يونت هيطلع منهم مثلا 1 يونت 2 يونت. ده لو جبت 1000 يونت هيطلعوا بنفس الطريقه جريد 4، مش بقى مثلا جريد 2 جريد 1 جريد 3، لا كلهم هيدي له جريد 4. طبعا لو رجعت بقى للتاريخ العائله هتلاقي فيه بقى، مش هو مش غالبا مش هيبقى اول واحد يعني. غالبا هتلاقي العائله كلها كده. طبعا مشكله في الحالات اللي زي كده ان لو احتاج دكتور محمد، واحنا لما نيجي ناكد الحاله دي نستخدم اتش سيل، نستخدم الانتي اتش سوري الانتي اتش مع الاتش مش الاتش سيلز الانتي اتش الانتي اتش مع السيلز مع السيلز بتاعت عشان ناكد يعني ان هي بومبي، وبعد كده نتعامل لو لقينا بقى بومبي بلاد جروب تاني نديهم. ما الحالات اللي زي كده بقى مشكلته كده
ان هو الحل الوحيد او ملوش نوع غير ان هو ياخد من بومبي. يعني ممكن بعض الاقوال انه ممكن ياخد من البارا بومبي، ممكن ياخد من بارا بومبي، انما عموما ده بومبي. وطبعا بقى من ضمن الحالات اللي هو لما يتحسن طبعا هو في الاغلب لا هياخد دم ولا حاجه، وهيضطروا يديله انترافينوس ايرن من الانواع الجديده الممتازه دي. هيتحسن ده بعد كده، اول بس ما الهيموجلوبين بتاعه يعدي ال 11 كده، وصل 11 12 لازم يتبرع لنفسه ويشيل الدم فروزن. يعني ده ملوش حل غير كده يعني. فلا ينفع مع اوسل ولا ينفع مع ايسل ولا بيسل ولا اي حاجه. تمام. دكاتره تمام خلاص هنقف لغايه هنا النهارده ان شاء الله. هنقف نستاذنكم نقف لغايه هنا برضو عشان الكيسز الثانيه تاخد وقتها، برضو عشان تاخد وقتها في المناقشه ما بقاش من 40 عشان نخلصها وفرصه احنا بنراجع يعني. بس قبل ما نخلص ان شاء الله اتمنى لو في حد عنده اي اضافه يحب يقولها لنا، اي حاجه نستفيد بيها كلنا، وانا اولكم لو اي حاجه يعني. بس كنت عايزه يعني طبعا جزاك الله خيرا، الشرح جميل وفعلا حاجات كتير بنقابلها، واكيد لسه الحالات الجايه هتبقى فيها اضافه كتير. بس احنا طبعا براكتيكالي على ارض الواقع مش كلنا بيبقى عندنا الامكانيات ان احنا لا التايم ولا الامكانيات ان احنا نجو ثرو كل الانفستيجيشن دي. فيا ريت بس مع دراسه الحاله يبقى نتصرف ازاي. طيب شوف يا دكتوره، الكلام اللي حضرتك بتقول عليها دي صح في مصر شويه، معلش مع احترامي يعني لبلدي ويعني انا حته منها، بس الكلام ده في مصر. الكلام ده هنا في السعوديه دكتوره مختلف شويه. يعني احيانا الزملاء ما بيستخدموش الحاجه انهم مش عارفينها اصلا، انما هي الحاجه موجوده. يعني لو قلت لحضرتك الدي تي تي مثلا والورم اللي هو الزيت داب والكلام ده عندنا كميته قد ايه في المخزن عندنا؟ لا انا ما بكلمش عن الحاجات الدكتوره، ما بكلمش عن الحاجات العاديه دي، ما بكلمش عن الدات وال حتى الايدنتيفيكيشن. انا بتكلم بقى بعد كده، انا بتكلم على الدي تي تي، انا بتكلم على ماده الدي تي تي اللي هي الفيدرايد ايجنت. لبعض الزملاء انه ما يعرفوش انه الحاجه موجوده بس هم مش عارفين استخدامها ايه. لا يعني هم لو عرفوا. بنتكلم عن الخاص ولا بنتكلم عن الحكومه؟ لا انا يعني انا في الاصل بتكلم عن الحكومه مش بتكلم عن الخاص. ما هو عشان يعني حضرتك يعني معلش يا دكتور، حتى في الخاص الحاجه ممكن تنطلب بكميه بسيطه، يعني كميات بسيطه، الحاجات ما هيش غاليه قوي زي ما حضرتك متخيله، ما هي كميات بسيطه. مش مساله غاليه يا دكتور، مساله ان الفريكوانسي بتاع الكيسز ما بيكونش كتير، فلما بنصادف حاجه زي كده برضو بالنسبه لنا ما بتبقاش زي احنا مثلا مستشفيات الخاصه ما هياش ريفرنس يعني، فمثلا ما بيجيلناش فلات فريكوينت، فما تقدرش تتخيل ان انت تختار مثلا يعني، او مثلا جالك من الهلال الاحمر. مثال يا دكتورة، لو مثال بس حضرتك قولي لي مثال كده عشان بس يعني اوصل للنقطة اللي حضرتك عايزاها. قولي لي مثال على اللي حضرتك تقصديه يعني. في الوقت الحالي والله دكتور من كتر الحالات اللي الواحد بيقابلها بتبقى امرجنسي، ما بتبقاش سكيدولد ولا بتبقى تايمد، مش قادره افتكر. بس بنتكلم دايما الدكتوره، بس لو في حد زميل نعم احنا بنقول دايما ان كنا قدرنا نحل المشكله اوكي، بندي بنتعامل مع المشكله. ان ما قدرناش نحل المشكله فايه اللي بيبقى حلول قصادنا؟ ان احنا ندي مثلا زي ما قلنا لو ما اتحلش الموضوع الديسكريبانسي هدي او باكت ار بي سيز مثلا، ولو او اي بي بلازما او كده. يعني هو ده يعني يا إما نحل الموضوع وده الأفضل، أكيد ده الأفضل. لو ما فيش إمكانيات أو ما فيش وقت يبقى نتعامل مع الحالة بوضعها. إنما يمكن أقصد كويس إن حضرتك فتحت النقطة في حتة تانية. برضو بعض الزملاء هنا في المملكة يعني بيبقوا مش عارفين إن الحاجة موجودة أصلا، يعني الحاجة موجودة أصلا بس يمكن هم مش عارفين استخداماتها إيه، أو ما يعني أو حتى بتوع الشركات نفسهم ما وصلوش عندهم وقالوا لنا زي ما احنا برضو ما كناش عارفين، وجوم الشركات عرفونا انا عندي ايه، الشركات عندها ايه المتوفر عندهم، ايه اللي موجود متاح في المخازن، تاخدوه واطلبوه، حاجات زي كده. فهم فرصه ان احنا لو ما بتيجي سيره لحاجه من الحاجات دي نتكلم فيها.
لا لا بالاوبجكتنج ان حضرتك بتشرح، بالعكس جزاك الله خيرا، واحنا فعلا محتاجين نعرف الفريم كله والالجوريزم كله من A to Z how to solve the problem. لا بس انا بقول يعني في بعض الحالات برضو البني ادم ما بيكونش، يعني مش عارفه اوصف لك ازاي، بس اكيد في حد في الناس اللي موجودين بيشتغل برايفت وقابل حاله او اتنين بالشكل ده، ما بيكونش فيه الفاسيلتيز العاليه قوي ان انت تقدر تتصرف. بس انا I just mentioned the point. طيب انا هقول لحضرتك على حاجه، موضوع الديسكريبانسي بالاخص يمكن حلوله بسيطه شويه، يعني الى حد ما. انت عارف حضرتك لو طلبتي انتي اي 1 ليكتين، ده اللي بقول لحضرتك عليه، ده الفايل ده ممكن يقعد معاكي سنه كامله. ايوه لا الانتي اتش انا بتكلم على الابزوربشن تكنيك، على الانزيم. لا لما نيجي على الابزوربشن اصلا مشكلته الحاجات العميقه دي دكتور، تايم كونسيوم. والله يعني اولا والله الابزوربشن، يا والله يا دكتوره الابسوربشن والكلام ده مش مشكلته في الريجنت قوي زي ما حضرتك متخيله، بقدر ما هي مشكلته في الفهم نفسه. انه الواحد عايز يفهم اصلا هو ناوي يعمل ايه، ويكون عنده وقت يقدر يشتغل فيه ويقدر يعمل حاجات لما بس نوصلها، يعني لما ان شاء الله ربنا يكرمنا ونخش في الايدنتيفيكيشن، او تيجي فرصه ونتكلم في الايدنتيفيكيشن بقى في الحاجات الاندبسي. انما لما بقول لحضرتك مثلا لو الانتي اي 1 ليكتين عندك فايل، الانتي اتش فايل، الاي تو سيل احيانا اصلا بيجي مع الايجنت الشحن، بيجي بعض الحاجات دي. انا ما بتكلمش عن الحاجات دي، وهي دي بتحل لي كتير جدا، بالذات مع الدونر بتحل لي كتير جدا من الحاجات اللي بتبقى حضرتك. لو انت بتعرفي تشتغل، عشان كده نفس الزملاء يقدروا يشتغلوا مانيوال بالتيوب ميثود. والموضوع كله محتاج ايه؟ يعني محتاج ووتر باس، ومحتاج حاجات بسيطه جدا بس هتحللهم كتير من موضوع الديسكريبانسي. ان كان فعلا بنشتغل تيوب وبنبص مايكروسكوبيكالي وكل حاجه، بس في بعض الاوقات الحالات اللي يعني في حاله او حالتين مثلا في 5 6 سنوات شغل اتعلم معاك قوي وتفضل فاكرها. فعشان كده انا بقول لحضرتك يبقى الدنيا ادينا السوليوشن في الاكستريم سيتويشن لا اكتر ولا اقل. ماشي يا دكتوره، ان شاء الله لو في، بقول لحضرتك لو ما عندك اي حاجه احنا موجودين، ولو في اي حاجه احنا مع حضرتك، لو في امكانيات نقدر نقول لك عليها متوفرة مثلا تقدروا تعملوها، لو ما فيش والموضوع يعني في محتاج تدخل سريع بيبقى في حلول، الحلول العامة اللي بنقول عليها. شكرا يا دكتور. طيب لا فضل يا دكتور. طيب في اي حد تاني من الزملاء يحب يضيف اي شيء؟ طيب جزاكم الله خير، تفضلي. معلش كنت عايز اسال عن الانزيم انهانسمنت او الانزيم تريتمنت. انا بس كنت عايز اعرف ايه الفرق بين البابين والفيسين والانواع دي والدي دي تي والورم او الذئب. طيب دولك يا دكتوره البابين والبروميلين والكلام ده كله، ده انزيم، ده اللي هو مجموعه البروتيز انزيم، ده انزيم اصلا ماشي، ده بيشتغل على معظمه بيشتغل على السياليك اسيد اللي موجود على الانشن نفسه بتاع الار بي سي. فهو في بعض الانشن تتاثر بيه سلبا، وفي بعضها تتاثر بيه ايجابا، وفي بعضها ما بتاثرش بيه. ده موضوع السلفدرايف ايجنت، مجموعه السلفدرايف ايجنت زي الدي تي تي مثلا والميركابتوسانول والكلام ده، المجموعات دي كلها مش الهدف منها او الشغل اللي هي بتعمله مين لي، ان هي بتيجي على السلفايد بوند بتاعت الاي جي ام، مين لي الاي جي ام يعني بالاخص، وتيجي تقوم مكسره. فده مش انزيم خالص، ده مش موضوع، ده مش انزيم. فده يمكن الدي تي تي والكلام ده شغله اكتر الى حد ما على الانتي بودي، برضه بيأثر على الانتجن، بعض الانتجن زي الكيل والكلام ده، على عكس الانزيم. يعني دي مجموعه انزيم الفيسن والبروملين والبابين والبرونيز والكلام ده كلها، دي مجموعه انزيم. انما المجموعه الثانيه خالص اللي هي الدي تي تي، دي مجموعه تانية بتاثر مينلي زي ما قلت لحضرتك، مينلي بتشتغل على انها تكسر لي السلفايد بوند بتاعه اللي موجوده في الاي جي ام مع الكولد انتي بودي والحاجات اللي زي كده، مينلي بتشتغل عليها. تمام، يعني انا قصدي لو بعمل تريتمنت للسيلز عشان احل مشكله الديسكريبنسز او اللي هو الاكسس رياكشنز، او استخدم البابين والانزيم، انا بستخدمه عشان ازود التفاعل على عكس الدي تي تي خالص، على عكس الفدرايزيشن. الانزيم بزوده عشان بستخدمه عشان اخلي الرياكشن قدره السيل نفسها الانشن على انه يمسك في الانتي بودي وياخد اكبر كميه ويظهر التفاعل،
ده بستخدم فيه الانزيم، انما الدي تي تي بستخدمه حاجه ثانيه خالص. الدي تي تي بيبقى موجود الانتي بودي على السيل وماسك في السيل ومش قادرين ان احنا نحط اي ايجنت تاني، فانا بنظف من على السيل، منظف الانتي بودي ده من على السيل بحاجه زي الدي تي تي، مش لوحده طبعا، حاجات تانية كتير، ولكن ده اشهر حاجه يعني الكلوروكين بايفوسفيت والحاجات دي. برضو من ضمن الحاجات اللي بستخدم بتنظف لي ومكسرات الانتي بودي اللي على السيل، بحيث ان مخليه للسيل جاهزه ان انا اقدر استخدمها بعد كده في اي، فده حاجه وده حاجه تانية خالص. يعني ليه الانزيم، ليه انا بقول الانزيم هنا بيزود؟ لانه في اماكن في حاجات تانية الانزيم بيقلل مش بيزود، لانه الاي انشن والبي انشن والكلام ده كله من المجموعات دي الحاجات اللي بتتاثر بالانزيم ايجابيا. ايوه بيحصلها انهانسمنت بالانزيم. في حاجات تانية لا بتتاثر بالانزيم سلبا، بيتكسر بالانزيم وحاجات تانية، فانا بستخدم هذه الخاصيه. يعني اقول لحضرتك اللي انا يعني لو انا عندي رياكشن مزد الرياكشن وعايز اعمل انهانسمنت للرياكشن، استخدم البروتيوتيك اللي هي البابين والمجموعه دي. ايوه اكسترا رياكشن، وعايز اتخلص من الاكسترا رياكشن دي استخدم في الانزيم هنا، استخدم الدي دي تي بقى او الزاب او الورم. أيوة. او كده مش هو ما اسموش انزيم، بس بستخدم هنا الدي تي تي والمجموعه ايجنت كلها. ايوه صح. شكرا يا دكتور. معلش سؤال تاني بس، لو في ديسكريبت وانا بستخدم الجل كارتس الكروت وعملت سنتريفيجيشنز ومثلا عايز اعمل خطوه الانكيوبيشن مثلا في عند 4 درجه مثلا لمده 10 دقائق، ينفع ادخل الكارت ده وهو وحصل له سنتريفيجيشن وقريته، ينفع اعمل له انكيوبيشن في الثلاجه ولا لازم اعيد؟ لا لازم الاول خالص يا دكتور، انت الكارت ده هتاخديه كده ترميه الاول خالص، وقبل السنتريفيوجيشن خالص، قبل السنتريفيوج لازم تحطيه، بس لازم تستخدم يبقى بعد ما عملت الديسبنسنج وقبل السنتريفيوج بتحط الكارت في الثلاجه فقط. ولكن زي ما بقول لحضرتك وقلت لك قبل كده، يعني حاول قدر يعني نادرا ما بتنجح الكارت، للاسف نادرا ما بينجح مع النتائج. تمام، شكرا دكتور محمد، ربنا يكرمك. الله يكرمك، الله يخليك. طيب في أي حد تاني يحب يفيدنا بأي شيء، تفضل علينا بأي معلومة، يقول أي شيء. جزاكم الله خير دكتور محمد، ربنا يكتب أجرك يا رب العالمين. خير يا دكتور، الله خير. ربنا يبارك فيكم، أسعدتوني وربنا يتقبل يا رب منا جميعا. إن شاء الله أنا بإذن الله، وكل محاضرة سجلت بإذن الله برضو، أتمنى تكون سجلت صح. إن شاء الله نعمل لقاء تاني بإذن الله، نكمل فيه بقيه الكيسز برضو، تكونوا يعني برضو الزملاء اللي ما قروش يقروا تاني والكلام ده، بحيث انه يبقى استفدنا كلنا منها. يعني جزاكم الله خيرا، وما تنسوش اخواننا في فلسطين بالدعاء بالليل، ربنا يا رب يفك كربهم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا، السلام عليكم.